ما هي أقوالك في الاتهام المقدم ضدك من المواطن هندي زكي محمود الشهير بهندي مقصات؟ بيتهمك فيها إن أنت سرقت عربيته التويوتا الميكروباص لوحات معدنية ح ميم ت سيارة رقم 345 مرور الزاوية. أنا يا باشا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا رد على السؤال. أرد أقول إيه يا باشا؟ أنا أساساً معيش رخص السواقة وما بعرفش أسوق، هسرق عربية ليه سعادتك؟ مقدم البلاغ شافك وأنت بتسوق عربيته يوم الأربعاء 23 مارس الساعة 12 بالليل. أين كنت في ذلك الوقت؟ كنت في البيت. نعم كنت في البيت وكنت نائم، أصلاً حضرتك طالب في كلية الزراعة، والصبح بدري بيبقى عندي معامل ومحاضرات وكده، ما بسهرش ال 12 دي أبداً أبداً. أنت لسه طالب؟ مع إن شكلك سنك كبير يعني. أصلاً مريت بظروف عائلية وحشة أوي. والدي توفى وأنا بدرس وزعلت عليه قوي فترة، بس أنا كنت مرتبط بيه جدا الله يرحمه. بس أنا إن شاء الله هتخرج زي ما وعدته بإذن الله. أنت مال شكلك عامل كده ليه وتحت عينك أسود وشكلك مبهدل؟ من كتر المذاكرة يا باشا، والله أصل الامتحانات قربت وبسهر طول الليل عشان أذاكر. يخلى سبيل المتهم بضمان محل إقامته. شكرا يا باشا. تعالى 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 تعالى. نعم تعالى هنا. نعم نعم فين؟ عندي فين؟ هنا. ماشي يا باشا، اصلا اول مره واخر مره ان شاء الله. لطيف بقى الشيخ جاسم ولا مش لطيف؟ اه طبعا بالطريقه دي يبقى لطيف جدا. حبيبي انا عاوز اسالك على حاجه. انت هتديني كام في الموضوع ده يا حبيبتي؟ فلوسي كلها ليكي وانا فوق البيعه. انت كده كده معايا يا حبيبي، بس انا بسالك عن الفلوس. اه عايزه كام يا حبيبتي؟ ها انا عاوزه الربع. انا عاوزه الربع. الربع؟ وماله وماله حبيبتي؟ نقبض بس وبعد كده نتكلم. ماشي. الو. ايوه سعيد. بقول لك ايه، المركب ما تتحركش خالص لغايه ما شركه التامين تخلص كل شغلها، وبعد كده المركب التانيه يتحرك بعدها بساعه. يلا يلا. اوكي اوكي. بقولك ايه، انا عايزك تشوف شغلك كويس، ها، عشان هنتعامل مع بعض كتير بعد كده. يلا حبيبي بالتوفيق. الف سلام عليك يا امي، تؤمنا بالسلامه ان شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ ابله هاجر، ربنا يخلينا ابله هاجر. خلصت لك الجواب على نفقه الدوله، وانا الصبح ان شاء الله خلصت لك امضه الوزير. طب ما بدل ما انتوا تعبين نفسكم كده وعاملين ان انتوا جبتوا التايهه، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش ولا شافت لها شغلانه وهي قاعده، بدل ما هي مزروعه كده وعماله تقول عايزه ادفع عايزه ادفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجه انتصار، انا اعرف دكتور في الوزاره وهخليه ان شاء الله يخلص لك الورق بسرعه، وتقومي بالف سلامه ان شاء الله. ما تبطلي نواح بقى يا وليه، بواصلي دماغي المتكلفه كانت الداهيه وانت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا ايه؟ ايه ده؟ انت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا ايدهم عليا يا ابو ذي الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجه انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وان شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى اجي اقول لك على مواعيد الغسيل. يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. اوعي يا بنت. خلاص يا سوكا، انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا. يلا والله لولا قعده الحشيش ليها احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش. طب انت ايه اللي خلاكي تقولي لي على كل اللي حصل بينك وبين ياسر؟ عشان خايفه منه قوي يا نيبي، ومحتاجه حد قوي يحميني. انا حاسه ان القوي هتقدر تعمل ده. الظاهر انه عمل مجهود خرافي عشان يجيب المعلومه دي. انت قلتي لي انك ما قلتيش لحد. انا تقريبا حكيت لواحده صاحبتي زمان ساعه ما حصل الموضوع ده، بس ما اعرفش حاجه عنها، يمكن بقالي سنتين اصلا ما شفتهاش. بصي يا ساره، انا عايزك تثقي فيا، انا هقول لك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي بالظبط علشان ما اشكش انك قلتي لي اي حاجه. حاضر يا نادر، بس بليز انا مش عايز اي حد يعرف الموضوع ده. انا من ساعتها بحاول انساه باي طريقه ومش عارف، وهو جيب كل برود راح فاتح لي الجرح كله. مخفيش. امسك يا سوكا الورقه دي، تروح بيها الوزاره وتسال على دكتور ايمن عبد الله وتشوف هو هيقول لك ايه. انا مش عارف يا الله، ازعل على الست الغلبانه اللي فوق ديت ولا افرح اني شفتك؟
ملوش لازمه بقى الكلام ده يا سوكا. وعلى فكره لولا الموضوع ده انا ما كنتش كسرت كلام اخويا ابدا. بس هي الست دي طيبه وما تستاهلش بصراحه اللي جوزها بيعمله فيها. انا كل يوم يا ابله بكتشف انت اجمل واجمل واجمل، وانا الحمد لله عشان ربنا اكرمني قابلتك في المستشفى. انا لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي ضفرك. طب استنى انت بقى عشان انا همشي. تمشي تروح فين؟ طريقي هو طريقك يا ابله، بدل ما حد يضايقك يعني. يضايقني انا؟ اللي يضايقني تبقى امه داعيه عليه. بعدين استنى شويه بعد كده امشي واتقل كده عشان تاخد الاتوبيس اللي بعدي، ولو لقيتك راكب الاتوبيس اللي انا راكباه هنزل منه. انا بقول لك الادب لناسه، حكم القوي على المطربين. يا جولي ايه الوش اللي انت عاملاه ده؟ والله واشتغلت فيك يا غالي انجليزي يا بطن البقره. يا بنت بلاش دوشه، انا مش عارفه اسمع الغنوه منك. اسمعي اسمعي، ما انت خلاص عيرك فلت انت كمان. شويه شويه لقيت ست هانم مدخلاكي عليا ببدله رقص وسجاره. يا سلام. خير؟ عايزه ايه يا كوري؟ عاوزه منك يا حصر، انا جاي هنا زبون اتفرج واشتري بفلوس. هو انا مش بنت وداخله على جواز ويلزمني جهاز؟ ولا تكونيش مفكراني يعني هقضي شهر العسل بهدوم الشغل؟ زبونه؟ ايوه زبونه. ايه مشبهش ولا مشبهش؟ المحل قدامك اهو، نقي اللي يعجبك بس ما تبهدليش حاجه، واللي تبهدليه ترجعي تطبقيه. اسمعي بقى اما اقول لك، اوعي تبيعي لها حاجه البنت دي، اترضيها بره. والنبي اتبطنتي يا خالتي، ده المحل فيه حاجات حلوه شكلها تعجب الواد ابراهيم. بقول لك يا بنت، ما تجيبي لي الاحمر اللي على الملكان بره ده. شوف ملكان العقل هاي ردي اوام. الو مساء النور. الحمد لله كويسة يا حضرة الضابط. بتعملي حاجة بكرة؟ بكرة اشمعنى؟ أي حاجة يعني. لا بس ورايا المحل. كنت عايز أعزمك بكرة على الغدا. تعزمني على الغدا؟ مالك بيها يا بنت أنت؟ بترزلي عليها ليه؟ الله؟ لا مش هينفع، أصل أنا هنا لوحدي في المحل ومش هينفع أسيبه لوحده، قصدي يعني مش هينفع اسيبه وامشي، خليها الوقت تاني. مفيش وقت تاني، هو بكره. انا خلاص حجزت المكان والغدا. وبعدين بقول لك ايه؟ لو قلت لا هبعت لك اتنين امنا يقفوا على باب المحل، ما يدخلوش حد لغايه ما توافقي. يعني اعتبر ده امر يا حضره الضابط؟ سيبتي ولا بامرك ولا حاجه. قلت ايه بقى؟ خلاص بكره اقول لك. اتفقنا. باي باي. اطلعي يا اختي هاتي لي اللي على الملكان بره ده، انت ليلتك حمرا. صباح الفل. يا صباح القشطه، يا صباح الجمال. وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراها. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش. قولي. ابدا والله، انت صعبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي بفلوسنا يا سلومه، يا خرابي ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت صعبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصوره العماره على الارض، واللي بيجي بيدفع. واهو من دقن وفتله. يخرب بيتك يا راجل يا ضلالي. امان عليكي يا ام سوكا، انا ما قلتلكيش حاجه يا اختي. انا مش ناقصه مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. اللي معايا هيبقى معايا، هو عساس. اللي عليا هيبقى ورايا، اللي معايا هيبقى معايا، اللي عليا هيبقى ورايا، محدش يعرف يكسرني طول ما ربنا بقى وياي. على راس اللي يبقى عليا، اللي عليا الايام جايه، مش هنسى اللي وقف يوم جنبي ولا هنسى اللي استنطر بيه. اوعى انا قلبي قادر ابقى اي حد. انا عالي زي الجبال. اوعى هتروح يمين. الله هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقي راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون. عملت ايه في النيابه؟ انا مش قدامك اهو،
ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاق سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وانت كيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. هلا وانتش عرفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا.